بس خليني اقول يمكن كان الدوري برضو يعني مش عارف رايك ايه يا مروه. الدوري كان خلص من فتره كبيره، خدته راحه سلبيه قد ايه فاكره؟ اه يعني حوالي مثلا اسبوعين ثلاثه. اه بس يعني نهايه شهر 4 انتوا خلصتوا. اه وعشان كمان كان عندنا امتحانات، فاخدنا برضو فتره امتحانات دي راحه، وبعد كده رجعنا على طول استعدنا للانديه العربيه يعني. طيب يعني برضو اكيد يعني انت كطالب او طالبه اكيد الموضوع بيكون صعب، يعني خاصه انتوا في جامعات كبيره وبتحتاج شغل كتير، فطبعا بيبقى في فتره مثلا شهر ونص على الاقل انت بتبقى بتستعد للامتحانات قوي. في وجود بطوله جامده زي دي وتروح تلعبوا فرق جايب اجانب ومحترفين، الموضوع بيبقى صعب، بتعملوا ايه؟ هو احنا كمروه ومريم في الاكاديميه البحريه الصراحه ما بيبقاش الموضوع صعب زي الجامعات التانيه. صحيح، لان الاكاديميه البحريه اه يعني على طول بيبقى في توافق ما بين الرياضه والدراسه، وكمان عشان احنا كنا اونلاين ما كناش اوفلاين بسبب الكورونا وكده، فكنا اونلاين، فكان معظم الوقت عندنا وقت ان احنا ننزل نتمرن عادي. الحمد لله. خلي بالك اونلاين ده خلاص بقى يعني جزء من الماضي انتهى غالبا، السنه دي كله هيروح الجامعات، فتبقى الدنيا صعبه قوي. بس برضه خليني اقول ان انتوا اكيد كنتوا عارفين مين الفرقه الجامده، يعني قبل ما نسافر بتبقوا عارفين. والله مش عارف يعني مثلا فرق العراق جايب اجانب، ممكن فرق قطر زي الولاد بيجيبوا اجانب، انتوا كنتوا عينكوا على مين وعاملين حساب لمين؟ هو احنا كنا فاكرين ان في مصر لسه هيطلع معانا الزمالك وجزيره الورد، بس للاسف ما طلعوش. وبعدين عرفنا بره ان في ناس من الارجنتين هتيجي مع الجزائر، او فرنسا هتيجي مع الجزائر، ولما وصلنا البطوله لقيناهم اعتذروا، فكنا عارفين بس ان هي العراق هم اللي كان معاهم محترفه. اه يعني الفرقه الجزائريه اعتذرت قبليها على طول، وكمان فرق اثنين من الجزائر اعتذروا، وفرقه المصريه كمان اعتذرت، الزمالك او بس الزمالك في الولاد راح، في الرجال راح يعني. انما انتوا كنتوا يعني متابعين برضو، عارفين مين اللي رايح ومين اللي جه وكده، والموضوع ده انتوا كنتوا فقاعه هناك برضو يعني دخلوكوا فقاعه والكلام ده كله ولا؟ لا هي كانت فقاعه، فاحنا ما كناش بنخرج خالص، هو من الصاله للاوتيل ومن الاوتيل للصاله، ما كانش في اي خالص. لا.